السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد انا الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله، كله افاده لجميع السيدات اللي مازال كينتظروا الدريه. يا رب ترزق كل محرومه دريه صالحه في القريب ان شاء الله وتفرحونا جميع. جيتك بهذا الفيديو اللي هو وصفه قويه بديل للحقن المجهري بالنسبه للسيدات اللي كيديروا هاد العمليات اللي كيكون الثمن ديالهم مكلف نوعا ما. فغنهنيك ان شاء الله من هاد الاشياء هادي، فتوكلي على الله وديري النيه ديالك، جربي هاد الوصفه هادي وغادي تهنيك من هاد الحقن المجهري، غادي تكبر لك البويضه، وبالتالي ما غاديش تحتاجي باش ديري مثل هاد العمليات. بقاي معايا في هذا الفيديو المهم، اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم، وبطبيعه الحال حاولوا انكم ديما تخليوا لي اللايكات ديالكم، وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائده ويوصل لجميع السيدات، لان فعلا فيه وصفه قويه اللي ممكن انها تفيد جميع الاخوات من بعد الله، وتكون لها الفضل في الحمل بسرعه ان شاء الله. بطبيعه الحال غادي نعطيك مجموعة من النصائح كذلك باش إن شاء الله تعززي من فرص حدوث الحمل، وكذلك باش تنجح معك جميع الوصفات اللي كتجربهم ويجيبوا معك نتائج مرضية. هاد السيدة هادي يعني ككل سيدة تهي كتجرب وصفات طبيعية حتى جات وطحت في هاد الوصفة هادي اللي هي فعلا وصفة مجربة مع العديد من السيدات واللي ساهمت في حصول الحمل بسرعة. المكون الرئيسي ديالها هو البطاطا الحلوة، يعني كيف ما كنعرفوا البطاطا الحلوة فيها مجموعة من الفوائد. غادي نعطيك كيفاش تطبقي الوصفة، شنو هو المكون اللي غتضيفي لها باش تزيدي انك تنشطي المبايض، وبالتالي فرص حدوث الحمل غتكون عالية ان شاء الله. غادي تكبر لك البويضة، غادي تهيئ لك المكان المناسب لانغراس الجنين او البويضة الملقحة، وبالتالي ان شاء الله احتمال كبير مع هاد الوصفة هادي لما كانش عندك شي مشاكل كبيرة ممكن أنك تحملي بها إن شاء الله. أولا ضروري أنك تكتري من تناول البطاطا الحلوة قبل 3 شهور، وذلك لاحتوائها على مجموعة من الأنزيمات اللي كتساعد في تحفيز عملية التبويض وكتزيد من فرص حدوث الحمل، وخصوصا ممكن أنها تسبب لك في تلقيح أكثر من بويضة، لأنها تعتبر بمثابة كلوميد طبيعي لتنشيط التبويض. الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، تجنب التوتر والإجهاد لأنه كيساعد في الحفاظ على هرمونات الجسم وعلى زيادة قدرتها على العمل بصورة جيدة. تناول العسل بكمية مناسبة كل يوم قبل الحمل لأنه كيزيد من ارتفاع الخصوبة عند النساء، ممكن أنه يساعد في زيادة فرص الحمل بتوأم. وكذلك تناول حبة من الأناناس في الصباح على الريق كل يوم باش تزيدي من فرص حدوث الحمل إن شاء الله. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B6 فيتامين C، لأن كلاهما كيساعدوا في ارتفاع نسبة هرمون البروجستيرون في الجسم. وكذلك شرب كوب يوميا من مغلل ميراميا كيساعد في تنشيط المبايض وزيادة فرص حدوث الحمل. إذن عطيتك مجموعة من النصائح اللي ممكن أنك تديريها على شكل برنامج شهري ممكن تتبعيها، بطبيعة الحال أنها غادي تساهم في تعزيز الخصوبة ديالك، غادي تقوي لك المبايض ديالك، وبالتالي كاين واحد الاحتمال كبير باش تلقح البويضة ويحصل الحمل. ديروا مجهودات، يعني ما تبقاوش يعني مربعين يديكم وكتسنوا الحمل، ديروا بالأسباب، يعني توكلوا على الله، ديروا هاد النصائح هادو، حاولوا أنكم تسجلوها عندكم في ورقة، سجلوا جميع النصائح اللي كنذكر لكم وديروا بها، يعني ديروا بها. ماشي سيدة كتاكل يعني أكل غير صحي أو ما كتعتمدش على واحد المجموعة من الفيتامينات في النظام ديالها الغذائي راه غادي تحمل. ضروري أنك ديري هاد الأشياء هادي باش البويضة ديالك تكون بجودة عالية إن شاء الله وتلقح، لأن كاين بعض السيدات كتكون عندهم انتظام في الدورة الشهرية ومع ذلك ديك البويضة لا تلقح، واخا كتوصل لواحد الحجم اللي هو كبير ومناسب ولكن ما كتوصلش أنها تلقح، لأن يعني بخلاصة القول الجودة ديالها رديئة، ما كتستطعش أنها تكمل المشوار ديالها وتنقاسم وتكون جنين.
هاد الوصفة هادي بغيتكم توصلوها لجميع المحرومات، يعني ضروري أنكم توصلوها لهم إما باللايكات ديالكم إما تبارتاجيو لي الفيديو، لأن فعلا غادي يدير واحد الضجة كبيرة وإن شاء الله يكون ناجح مع العديد من السيدات اللي عندهم تأخر وصعوبة في الحمل والإنجاب. كيف ما قلت لكم المكون الرئيسي ديالها البطاطا الحلوة، حضريها يعني الوقت ديالها وهذا، حاولي أنك تجيبها المنزل ديالك بكثرة، غادي تضيفي ليها هاد المكونات اللي غنعطيك، لأن فعلا هاد الوصفة هادي راه مجربة من عند هاد السيدة ومن عند مجموعة من السيدات وجابت معاهم نتائج مرضية في سرعة حدوث الحمل. أولا غادي تضيفي ليها ملعقة صغيرة من حب الرشاد، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الحلبة مطحونة، يعني جميع المكونات من الأفضل أنهم يكونوا على شكل بودرة، ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، ملعقة صغيرة من العسل. سأكرر المكونات: ملعقة صغيرة من حبوب الرشاد، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الحلبة، ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي الأصلي. ركزي معايا، هادو هما المكونات، غنعطيك طريقة الاستخدام والمواعيد اللي غادي تاخدي فيهم الوصفة ديالك إن شاء الله، وتكون بشرة خير ليك والجميع الأخوات اللي مازال كينتظروا معنا بفارغ الصبر الدرية إن شاء الله. غادي تحضري هاد المكونات هادو على شكل بودرة، غادي تحاولي أنك تحضري واحد البطاطا الحلوة، يعني بطاطا وحدة كبيرة كبيرة الحجم، غادي تضيفي ليها، يعني من الأفضل أنك ديريها فوق البخار، أو أنك من الأفضل يعني البخار من الأفضل باش كتبقى المكونات والفوائد ديالها كتبقى يعني ما كتطيبش وما كتمشيش دوك الفوائد. حاولي انك ديريها فوق البخار واحد البطاطا وحده، وغادي تضيفي ليها هاد المكونات، يعني تحاولي انك تمعسيها او تعركيها بواحد الفرشات، وغادي تحاولي انك تضيفي ليها جميع هاد العناصر وهي على شكل بودرة، وغادي تناوليها مرتين في اليوم، يعني حاولي انك تقسميها، يعني في الصباح تاكلي شوية وفي الليل تاكلي شوية. هاد المكونات هادو غادي تحاولي انك تكرريهم مرة اخرى في اليوم الموالي، يعني بطبيعة الحال غتناوليها مباشرة بعد قدوم الدورة الشهرية، غادي تناولي فيها الوصفة ديالك، غادي تديريها في الصباح وفي المساء، في الصباح وفي المساء مدة 3 أيام متتالية، يعني بمجرد ما الدورة ديالك بدات كتنقص غادي تبداي فيها الوصفة ديالك، يعني بمجرد ما بدات الإفرازات البنية في آخر الدورة كتبدا تبان عندك، غادي تديري فيها هاد الوصفة هادي 3 أيام متتالية، بطاطا حلوة لكل يوم مع هاد المكونات هادو، وردوا عليا الخبر إن شاء الله، غادي تصفي لكم الرحم، تقوي لكم المبايض، تنشط لكم التبويض بشكل طبيعي، وعبارة عن بديل لجميع المنشطات اللي كتكون على شكل أدوية اللي هي كتأثر لكم على الصحة ديالكم. فهذا الأمر هذا سهل وبسيط إن شاء الله، وصفة في متناول جميع السيدات اللي ممكن أنها تغير حياتك كيف ما غيرت حياة هذه الأخت هذه. وإن شاء الله ما تنسونيش ديما من الدعاء ديالكم، لأن فعلا يعني هذه الوصفات هذو كنعطيه لكم جميع الوصفات الناجحة لربما يعني تفيدكم إن شاء الله وتفرح كل أخت فيكم بإذن الله. بطبيعة الحال كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. تحية خاصة لجميع السيدات من جميع الدول العربية وجميع الدول أو الجالية المقيمة في الخارج، كنوجه لكم تحية من هذا المنبر، شكرا لكم على الدعم ديالكم للقناة، وشكرا على التتبع ديالكم لجميع الفيديوهات. كنوعدكم أنني ديما معكم، غنتواصل معكم بوصفات قوية مجربة تيحصل عندكم الحمل بسرعة إن شاء الله. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.